مشاهد دامية شهدتها الجولة الرابعة من نزال الفنون القتالية المختلطة بين الروسي خبيب والأيرلندي كونر ماكغريغور، وذلك بعد استسلام كونر. مباراة الملاكمة هذه تحولت إلى حرب شوارع، حيث قام خبيب بعد فوزه بالهجوم على أعضاء فريق ماكغريغور وقام بضربهم، فيما قفز ثلاثة أفراد من فريق خبيب إلى الحلبة وانهالوا بالضرب على ماكغريغور، ما تسبب في اعتقالهم قبل أن يتم لاحقا الإفراج عنهم. مدير بطولة القتال غير المحدود في لاس فيغاس دانا وايت رفض تسليم الحزام للمقاتل الروسي بعد الفوضى التي انتهت بها المباراة، وتفاعلا مع الجولة تفاعل هاشتاج UFC229 متصدرا الترند العالمي، فضلا عن تصدره في بعض الدول العربية ومن بينها السعودية. وخلاله تبادل الناس التعليقات والصور التي رافقت الحدث الرياضي الذي كان مليئا بالإثارة والدراما. وفي مؤتمر صحفي اعتذر خبيب عما بدر منه موضحا أسباب تصرفه الذي اعتبره كثيرين غير رياضي. I know this is not my best side. You know, this is not my best side. You know, I'm human being and like I don't understand how people can talk about I jump on the cage. You know, what about he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus. He almost killed a couple people. What about this? Nevada, sorry. Vegas, sorry. And Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. I told you guys, everything I'm gonna change 6 October and I do this. Alhamdulillah, thank you so much. مباراة الملاكمة بين خبيب وماكغريغور تخطى العنف فيها حدود حلبة القتال، ولكن بشكل عام هناك من ينتقد مسابقات الألعاب القتالية نفسها ويعتبرها عنيفة ومؤذية، وهناك من يطالب بإلغائها. هذا بالطبع في مواجهة جمهور غفير يتابعها بإخلاص، فإلى أي وجهة نظر تميلون؟ هذا كان سؤال تصويتنا لليوم، والنتائج جاءت كالتالي: 31% يعتبرونها رياضة ممتعة، أما 26% فيصفونها بالرياضة العنيفة والمؤذية، ولا يعتبر 43% مسابقات الألعاب القتالية رياضة. هذه نتائج التصويت حتى اللحظة، وبالطبع يمكنكم تغيير النتيجة بالمشاركة عبر حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة. ولتفاصيل أكثر عن النزال والشغب الذي صاحبه وعواقبه ينضم إلينا من التشيك الصحفي الرياضي محمود خوام. أهلا فيك معنا يا محمود، شفنا الدراما اللي حدثت، إيش الآن حيصير بعد هذا كله؟ إيش العواقب؟ أهلا وسهلا فيكم أول شيء جميعا. العواقب يمكن تكون في عواقب كسجن أو ممكن سحب لقب أو ممكن حتى يتم فصل نور محمدوف بعد اللي صار، بعد الهجوم الهامجي ممكن أوصفه على أعضاء فريق كونر. فامبارح دانا وايت وصف اللي صار إنه هو أسوأ شيء شافه خلال 18 سنة أدار فيها الاتحاد UFC، وصف إنه شعر مثل خيبة أمل من نور محمدوف، رفض يعطيه اللقب، رفض شو، صار كمان في ضرب للعناصر الأمن، ضرب لعناصر الشرطة، فممكن إنه توصل لعقاب إنه سجن، أو ممكن يوصل عقاب مالي أو غرامة كبيرة على نور محمدوف، ممكن يكمل كل شيء. فهي حاليا افتراضات لانتظار قرار المحكمة. نعم محمود، أنت وصفته يعني أنه بكلمات يعني خلينا نقول سلبية لتصرف خبيب، لكن في كثير ناس تعاطفوا معه خصوصا بعد التصريح اللي قاله لما شرح الأسباب، وخصوصا أنه ماكغريغور طوال يعني الشهر الماضي كان مستمر في الهجوم طول الوقت عليه. هو كونر من طباعه مستفز، هو نوع من أنواع بيعمل شو عالمي جدا، بيستفز الخصم ككلمات. كونر غلط مرة واحدة، تهجم على باص كان موجود فيه حبيب، وبعد ما صار هالهجوم صار فيه عداوة بيناتهم كبيرة، هي العداوة من سنتين تقريبا. فامبارح رد نور محمدوف رد على الهجوم، بس كان التصرف غلط لأنه ما كان لازم يعمله، لأنه هو بالأخير انتصر، هو بالأخير يعني قدر يكسب كونر، قدر يكسب شعبية وإعلامية كونر قدام العالم جميعا، قدر يستمر بأكبر سلسلة انتصارات بتاريخ UFC. فكان الهجوم غلط، ما له داعي يعني من أساس، أنا ربحت ما في داعي تهجم.
طب محمود، احنا عملنا الاستفتاء اليوم عن هذا الموضوع وعن هذه الرياضات بشكل عام، لانه شفنا انه في كثير جدل صار، لانه في ناس صاروا يقولوا انه ايش لزمه هذا الضرب كله، هذا كله عنف مؤذي، هذا كله بيخلي الناس تتعلم انها تكون حتى عنيفه، يعني سيبك كمان من الدراما اللي حصلت بعدين تصفيه الحسابات. انت كيف بتشوف هذا الموضوع؟ هي بالنهايه رياضه فنون قتاليه، يعني هن الخصمين بيعرفوا ممكن يتأذوا، ممكن يصير في أذى، بس الحكم أحيانا وقت يشوف إنه وصل مرحلة الأذى لمرحلة إنه الخصم ما عاد يقدر يوقف أو الخصم ما عاد أكل أكثر من ضربة، بيوقف المباراة مباشرة. يعني ما بتوصل لمرحلة الخطر، هي بس يعني ممكن أضرار كعين، إصابة ورم عين، ممكن إصابة أورام بالوجه، بس بنفس الوقت بتنتهي المباراة فورا إذا كان في إصابات ممكن توصل للدماغ. طب كمان شفنا يا محمود انه قد ايش في اهتمام ايضا، يعني كان في زي ما قلنا مطالبات انه بالغاء هذا النوع من الالعاب، بس في متابعات جدا كبيره، وبيتحدثوا دائما انه هذه المناسبات يعني كانها ماكينه فلوس، ليش هذا الشيء؟ هي بالشكل عام الفنون القتاليه بامريكا كمثال او امريكا الشماليه بشكل عام لها شعبية قوية كملاكمة أو فنون قتالية أو حتى الدبليو دبليو إي اللي هي فن استعراضي، فن تمثيلي ممكن نقوله، كلهم له شعبية، الناس هنيك بتحب شوي الفنون القتالية أكثر من كرة القدم، هنيك عندهم إياها هي الرياضة الأساسية، فصار في شعبية قوية بأمريكا عن بين مباراة بين كونر اللي هو أهم رياضي باليو إف سي كإعلام، وبين الشخص الثاني اللي هو بطل اليو إف سي اللي هو ما خسر لهلا 27 مباراة بالتتالية بدون خسارة. فصار في ضجة إعلامية كبيرة بين أهم شخصيتين باليو اف سي، وبالنهاية صارت أهم مباراة بتاريخ اليو اف سي اللي هو ممتد من 93. نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح، كان معنا من التشيك الصحفي الرياضي محمود خوم، أهلا بك.